أعزائي المشاهدين، مثل ما تشاهدون كاميرا قناة الموصلية جاي توثق لكم بعد منارة الحدباء في الخطوات الأمامية تبعد عن القوات الأمنية من 300 متر إلى 400. إن شاء الله يتم السيطرة عليها بجهود وبسواعد أبطال الشرطة الاتحادية والرد السريع وجهاز مكافحة الإرهاب إن شاء الله عن قريب، أيام قليلة إن شاء الله.